هشام بنجارة رئيس غرفة المحاسبين المعتمدين بولاية بنزرت. حسب معناتها ما طلعت أنا على حيثيات المشروع وكل هي مبادرة طيبة برشا، على خطر بالنسبة للناس معناتها هذوما الحرفيين الصغار واللي يتوارثوا معناتها تقاليد في صناعة ولا في حرفة معينة يتعذر عليهم ساعات ما تفهم بحكم عدم معرفتهم نقولوا احنا للمخشي والعالم معناتها الإدارة وكل شيء. ساعات ما تلقى عندهم حرف ينجموا يدخلوا منها فلوس وينجموا وهما تلقاهم ما يعرفوش يستغلوها، وإلا تلقاهم ناقصهم كما يقولوا احنا كل تطوير الصناعة متاعهم كل الحرفة متاعهم قاعدة مرهونة في تقاليد معين، يكفي كونه يطورها حسب متطلبات السوق توا امبلاج يبدل طريقة العمل، كونه هو يلقى معناتها ينجم معناتها يعيش معناتها مرتاح برشا، بل بالعكس يخدم معاه الناس اخرين. هذه معناتها الفكرة متاع راس مالك في دارك، كونه يعملوا لهم تكوين ويأطروهم ويحطوهم معناتها في الإطار معناتها الحالي، ما حاجة تسمى تقول مهمة ياسر بالنسبة للناس هذوما اللي راس مالهم هو صنعة يديهم. شكرا. بالنسبة للأهم نقطة في المشاريع من نوع هكا اللي هي خاصة فيها ما تجانب الحرفي وجانب الاختزانال، اللي هي كما قلت لكم اللي هي يزمها تواكب معناتها المجتمع والتطور، وباش تواكب يزمها تكون موجودة معناتها موجودة، خاطر الحرفيين هذوما كل حتى على مستوى الاتحاد معناتها عندنا معناتها مشرفة على معناتها الصناعات التقليدية ديما فما مشكلة في مسألة المعرف الوحيد، معلومات على رقم المعاينات شنو تنجم تعمل، وذي الكل ما يجي كان لما الناس هذوما يدخلوا في السيركوي نتاع السيركوي ايكونوميك، مش يدخلوا في السيركوي ايكونوميك يلزم معناتها يكون عندهم باتيندا أول حاجة، يعني باتيندا هذاك المعرف الجبائي وما يخافوش منها على خاطر هما عندهم ريجيم سبيسيال فورفيتير، معناتها فما اللي يخلص ما بين 200 و300 دينار في العام، معناتها حكاية بسيطة خاطر برشا يخلطوا ما بين لي ديفيرون معناتها ما بين الباتيندات والنشاط، وكي يسمع بقباضة يتفجعهم بالنسبة للحرفيين وكل عاملين لهم نظام تقديري يصبوا معناتها ما يصبوش برشا على أرواحهم، وهذوما الكل اليوم ولاو حاجات ضرورية، ونزيدوا عليهم البنك زادا لازم يحل في البنك يعني يقعد يخدم سبيس وكذا زادا ما ينجمش نهار ياخذ بري، دونك هذوما كلهم شكون ابيل العوامل الرئيسيه للدخول في الاقتصاد ولاجل كون نكون معناتها متواجد في العمل المنظم، فهمتني؟ اليوم هذوما الوحيدين اللي يخولوا له باش ياخذ امتيازات باش ياخذ قرض من البنكة باش ياخذ مساعده، اليوم يعطيو في المنظمات حتى الدوليه ولا المحليه اللي اسندت معناتها عطات حتى 3000 دينار كما اراده، وكل كان شرط اساسي كونه تقدم المعرف الجبائي المعرف الوحيد وكونه تثبت كونك انت موجود تخلص في السي ان اس اس، دونك وبالتالي معناتها بخلاف كونك انت باش تستفاد كونك تنجم تعمل صفقات وتبيع السلع نتاعك للشركات والجرون سيرفاس وتعمل لروحك معناتها عمليه تسويق وتطور الصناعه نتاعك تاخذ امتيازات، معناتها فما تستفاد زاد من كل ما وقروضات ومساعدات ومتى اللي تجي في الجهه، فهمتني؟ سواء على المستوى المحلي ولا على المستوى الوطني.